على مستوى المحلي ومستوى الدولي. فالحقيقة الشرطة بتتعامل معهم بحرفية شديدة إلى حد ما وبضبط نفس معقول عشان ما تمكنهمش من انهم يتاجروا بهذه الدماء. يعني عقل المقاطعة سيد اللواء يعني. عقل المقاطعة ولكن لا نتحدث عن عنف من قبل قوات الامن، نتحدث عن حزم وحسم مع قوات الامن عندما يتصاعد الوضع لمثل هذا الارهاب الذي نشهده في الشارع وشهدته الجامعات. البعض كان يتحدث، لا يتحدث عن عنف او قتلى يعني، ولكن حزم امني. يعني الرؤية هناك ليس هناك رد كما يقول البعض في فريق يقول ليس هناك رد في المنظومة الأمنية. كيف ترى هذه النقطة؟ لا أنا قلت لحضرتك إن هو الموضوع مش موضوع رد، إن الموضوع طبعا الإخوة اللي بيتكلموا مش عايز بس النظرية، إن أنت خدنا الكلام النظري بعيد عن الواقع العملي. أنا ما أقدرش إن أنا في حاجات، أنا قلت لك المسؤولية بتتعلق بالحرفية وضبط نفسي إلى حد ما إلى أن يبتدي خروج عن الحدود المعقولة عشان ما تزيدش الخسائر ويبقى في ضحايا كتير تحط الدولة كلها في محط مش حلو قدام العالم. نعم، طب سؤالي بشكل آخر وأنت الخبير الأمني سيادة اللواء لنفهم أكثر، يعني ما شاهدته في الأسابيع الماضية وخاصة في الجامعات المصرية، أنت ترى أنه حرفية من قبل القوات؟ ونحن طبعا لا نعلم بكل العناصر الأمنية في المنظومة، لأن البعض كان يرى بأنه كل يوم مثلا عند جامعة الأزهر كانت تتجدد الاشتباكات كأنها مفاجأة لنا وللقوات. أنت ترى أن هذا من إطار أيضا المنظومة الأمنية بحرفية بشكل معين هم يطلبون هذا التصعيد ليتاجروا كما أنت تقول، هل هذا صحيح؟ هل أنا فهمت بشكل صحيح؟ أنا بقول لحضرتك أن الموضوع بتاع مظاهرات الجامعات والأمن في الجامعات كان المفروض أن هو يتم مناقشته واتخاذ إجراءات فيه من قبل بدء العام الدراسي. اما وقد حدث ما حدث فانه يتم الان في الفتره دي الى حد الى حين عوده الدراسه اتخاذ اجراءات جديده تحد تماما من يعني بتدرس الان بالتنسيق مع وزاره الداخليه وبالتنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات الاجراءات التي سوف تتخذ من بدء عوده العام الدراسي بعد انتهاء الاجازه السنه. وبالتالي هيتم حسم هذا الموضوع وضبط ايقاع الجامعات من خلال التحكم في الدخول بالنسبه لا يسمح بدخول اي حد غير طالب ولا يسمح بدخول اي مواد تستخدم في التظاهر او مولوتوف او الاخر. وكذلك البنيه الجامعيه لا يسمح بدخول حد في البنيه الجامعيه الا من قاطني البنيه الجامعيه، زائد ان هو سوف تتمرك السيارات قبل في الجامعات لمنع اي تظاهر تماما للقضاء على الظاهره تماما. يعني نامل هذا سياده اللواء، شكرا لك. يدرس الان وستعلن الاجراءات قبل بدء او قبل عوده العام الدراسي بعد انتهاء الاجازه للاستاذ. ابقى معي سياده اللواء ونتجه لاستاذ ناصر حسن وهو المحلل السياسي. يعني نرحب بك استاذ ناصر ونتحدث في ذات النقطه او ذات الزاويه، المظاهرات وهي باب خلفي للعنف، يعني هذا هو السؤال لك ان تجيب عليه. وسؤالي لك ايضا كيف يمكن نضع انه لا نرجع مره اخرى الى الحديث عن المفاضله بين الامن والحريه؟ يعني هل هو واضح الفرق بين المظاهرات التي تقوم بها العناصر التي لا تريد خير لهذا الوطن وسرعان ما العنف يكون هو سيد الموقف وليس مظاهرات سلمية كما نعرفها بطبائع الأمور أنها لخدمة قضية معينة للحديث عن مطلب معين؟ يعني رؤيتك لهذه المظاهرات وكيف تسيء لبعض القضايا التي يتخذونها يعني يختبئون وراءها بأنهم يخرجون مثلا الشعب يسترد ثورته، الخروج للمطالب بالحرية، وهم طبعا لهم مآرب أخرى. كيف ترى الوضع؟ ما بشكرك، بس أولا هو في تصحيح بسيط، أنا اسمي ناصر حسين. أنا عايز أتكلم عن موضوع يعني الثقافة نفسها والتعامل الإعلامي مع المظاهرات. هذا مهم جدا، تفضل. طبعا بالنسبة لقانون المظاهرات هو تأخر كثيرا في مصر، أنه استنزف كثيرا من الاقتصاد المصري من يعني استشار الاعلام العالمي بما يحدث في مصر بسبب هذه التظاهرات وايضا بالوضع الامني ومردوده على السياحه. لكن لو اتكلمنا على الثقافه والسلوكيات، معنى كلمه تظاهر دائما مرتبط لدى المصريين بالفوضى بالعنف، حتى الناس بتخاف لما تحب تعرف ان في مظاهرات، بالرغم ان احنا لما بنعمل مهرجان او شيء
هذا بنسميه تظاهره في حب مصر في هكذا. التناول الاعلامي ايضا بعض مع ان التظاهر على مستوى العالم هو ارقى درجات التعبير، لكن الاعلام بيتعامل مع المظاهرات على ان والله انا لو خدت عالم ورحت مدينه احلب انا شاعر، انا اعترضت على الكورنيش عند مسير يبقى انا فوضوي بلطجي، فلا لازم انا اقدر الوجهتين النظر، ده تظاهره تظاهره بما لا يخل بالقانون. وبرده في سلوكيات مختلفه يعني على مستوى العالم هنلاقي اليابانيين بيعملوا من المظاهرات احتفالات لدرجه السياح بينجذبوا لها ويصوروها، فعلا بيلبسوا قمصان حمراء بالوان معينه، في كوريا برقصات معينه، فممكن المظاهره تتحول لمنظر سياحي. صحيح. كيف يمكن هذا استاذ ناصر؟ يعني ما هي الخطوات او ربما الثقافه التي نستطيع من الان الترويج لها حتى ان الاجيال القادمه هي اللي ستشهد التغيير مش احنا؟ مهمة بس كيف نبدا؟ يعني ما هو المكونات الاساسيه لهذه الثقافه؟ لازم نبدا بدري، حتى مش الاعلام بس، يعني كل حاجه نقول الاعلام. انا شايف ان في الدراسه المدرسيه في التربيه القوميه زي ما كنا بندرسها زمان، نعرف يعني ايه تظاهر، وده مرتبط بحق الانسان على مستوى العالم ان هو يعبر بطريق حضاري بلبس معين بالوان معينه برقصات معينه، زي ما كان المثقفين في الاوبرا لما اعترضوا ايام الوزير الاخواني عملوا رقصات معينه، ده كان شيء جميل. تمام. التربيه القوميه، الندوات، الاعلام، الدراما، الجرائد، الصحافه، كل ده يوري الطريقه اللي الشكل الجميل للتظاهر اللي هو يجذب السائح مش ينفر السائح. في نفس الوقت لازم الاسره والبيت نعلم اولادنا ازاي ان انت ممكن تعبر عن رايك بطريقه صحيحه، ولكن الهوى بين بعيد عن العمر، لكن الهوى التي يعني بين ما يحدث على الارض في مصر وبين الطرح الوردي بعض الشيء الذي تطرحه يعني يعطي بعض الامل استاذ ناصر. طب انتقل مره اخرى استاذ عجلان ابراهيم رئيس مركز الحوار، يعني لعلنا نتفق الان ان الثقافه والصوره الذهنيه لها دور مهم في الفصل حتى على المستوى الذهني بين المظاهره كما تفضل استاذ ناصر وبين العنف. يعني ما يحدث الان من البعض انهم يريدون ان يستخدمون هذه المظاهرات لاشاعه الفوضى والعنف، ولكن المظاهرات في الاساس وفي الطبيعي لدى الشعوب ليس مقترنه بالعنف. اذا كيف يمكن التغيير استاذ عجلان؟ يعني كيف ممكن التغيير على الارض وفي الذهنيه المصريه لربط الاثنين سويا المظاهرات والعنف؟ هو يعني اسمح لي حضرتك، هي فعلا التظاهر حق زي ما قلنا، انما لازم نعرف كويس قوي ان انا حقي كمواطن ينتهي عندما تبدا حقوق الاخرين، انا حقي مش مطلق، ده لازم عشان تبقى الامور واضحه. بالنسبه لموضوع الثقافه انا اتفق فعلا مع الاستاذ ناصر في انه فعلا موضوع الثقافه، انما كموضوع ثقافه النتائج اللي احنا نرجوها عشان نوصل ليها من خلال موضوع الثقافه دي محتاجه امل طويل ومحتاجه مجهودات كبيره ومحتاجه فتره طويله جدا. صحيح. جدا، لكن علينا ان نبدا حتى نصل للثقافه. نبدا بالتوازي. صحيح. نبدا في حلول بالتوازي، احدها الثقافه ان احنا لان دي ثقافه شعب ومنظومه، فلابد ان احنا نبدا بيها. انما بالاضافه بقى الى تكاتف الجهود الثانيه، جهات مختلفه، اذا كانت الحكومه، اذا كانت وسائل الاعلام، اذا كانت المدارس، اذا كانت منظمات المجتمع المدني، وقلنا دور العباده سواء كنائس او جوامع. صحيح. لابد ان احنا نسرع عند المواطن المصري، لانه اللي بيعمل التظاهر ده ممكن يبقى اخويا، ابن عمي، ابن خالي، قريبي، جاري او الكلام ده كله، لازم يحصل عمليه وعي. صحيح. واطراف كثيره ستشترك في هذه. صحيح. من قبل المثقفين داخل الشعب المصري، يعني هي ليست مسؤوليه بجهه واحده. استاذ عجلان ابراهيم شكرا جزيلا لك، اعود مره اخرى للواء محمد نجم الخبير الامني. يعني سيد اللواء كما تابعنا، اذا في المنظومه الامنيه طبعا في التعامل الامني هذه نقطه، ولكن نقطه اخرى هل في المنظومه الامنيه دور المجتمع او دور المواطن حتى لمساعده قوات الامن في انها تستطيع ان تسيطر على الموقف؟ هو الحقيقه ان انا عايز اقول بالنسبه للمنظومه، نعم، هو في حل عاجل وحل اجل، وهو الحل الاجل اللي هو الحسم الامني في الفترة دي تنتهي هذه المظاهرات، وزي ما قلت لك الاجراءات اللي هتتخذ ان شاء الله في الجامعة والعاجل المظاهرات، لكن انا بقول الحل العاجل الاجل بقى بعد كده ان هو كيف نبني ثقافة التظاهر عند المواطن من وقت صغير في المدرسة او في الجامعة. يعني انا مثلا حضرتك مثلا ان في الجامعات في امريكا مثلا ان يصبح معمول مكان داخل الجامعة للتظاهر ويعبر كل واحد عن رايه،
بس بشرط ان هو بيروح لمدير الجامعه لرئيس الجامعه وبيقدم له طلب ويقول له احنا عايز نتظاهر في الوقت الفلاني من الساعه كذا للساعه كذا وهنتكلم في الموضوع الفلاني. نعم. وبيتاح نفس الفرصه للواقع للمعارضين دي ان هم يتظاهروا في نفس المكان. بس بشيء منظم وعلمي وثقافي وباحترام. صحيح، وهنتحدث الآن عن تنظيم وضبط التظاهر وليس منعه ولا إشاعة الفوضى. شكرا لك اللواء محمد نجم الخبير الأمني، والشكر موصول أستاذ ناصر حسين المحلل السياسي، وأيضا أستاذ عجلان إبراهيم رئيس مركز الحوار. شكرا لكم جميعا لوجودكم معنا. نعود مرة أخرى وأخيرة إلى أسماء حسن، ونعود لمعرفة الآراء التي وردت حتى اللحظة. إليك أسماء. نعم بالفعل مية، ما زالت التعليقات والمشاركات ترد إلينا حتى هذه اللحظات. نبدأ مع علي يقول في طي رسالته: نعم للسلمية مش للعنف في مصر، يا ريت الحكومة تتخذ قرارا صارم وتأخذ بأيدي المصريين وتضع حدا لهذه المظاهرات الغير سلمية، وشكرا. أيضا شاركنا بالرأي إبراهيم الشريف يقول: بالنسبة لقانون التظاهر لا ننسى أن المظاهرات هي التي جعلت مبارك يتنحى، ولا ننسى أن المظاهرات هي التي شالت مرسي والإخوان، ولا ننسى أن الشرطة والجيش والحكومة لا تريد أي مظاهرات حتى لو كانت فئوية ولها حق في التظاهر، فما زالت الحكومة تتعامل مع التظاهر على أنه كوب ليمون يجب شربه وليس على أنه حق أراده وكفله الدستور. الصديق الدائم إبراهيم شريف، شكرا جزيلا لك. أيضا مشارك آخر يقول في طي رسالته: نعم المظاهرات أصبحت بابا مفتوحا واضحا للعنف وليس بابا خلفيا، أغلبها يهدف إلى هدم الدولة من خلال هدم مؤسستها. أيضا مشارك آخر يقول أنها أصبحت بابا خلفيا للإرهاب وللفوضى، حفظ الله مصر وشعبها وقوتها المسلحة. أيضا مشارك آخر يقول في طي رسالته: لابد من الشدة والحسم مع هؤلاء. أيضا مشارك آخر يدعى مليش أو يطلق على نفسه: مليش في الدنيا حظ، يا رب اطرد الإرهاب من مصر. أيضا محمد خليل يقول: لك الله يا مصر، ما لم ينظر كل شخص منا بداخله ويوقظ المصر النائم الذي يوصف بضمير وطني لا مثيل له في العالم، وما زلنا بحاجة إلى ثقافة احترام الرأي الآخر. كان هذا الجزء الأخير من التعليقات والآراء والمشاركات التي وردت إلينا خلال موضوع حلقة اليوم، ونتحول إلى مي صالح لإنهاء هذه الحلقة. شكرا لك يا أسماء، ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تحدثنا فيها عن المظاهرات واستخدامها كباب خلفي العنف، وكان أجمع المشاركون بشأن عن أن الثقافة هي الهامة، بأن المظاهرات ليس مراد في العنف، والعنف لا يساوي المظاهرات لا تساوي إعادة الفوضى إلى المجتمع، ولكن هناك مفاضلة بين الأمن والحرية ليس صحيح، ولكن مظاهرات سلمية مطلوبة ودائما مرحب بها. بقى ننوه بموضوع حلقة الغد، هو هل تم توظيف المحاكمات سياسيا من قبل تنظيم الإخوان؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم. انتهت حلقة اليوم، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل والمخرجة داليا أدبني، شكرا دائما للمتابعة، إلى اللقاء.